رئيس السيسي يطلق من بورسعيد منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. تصاعد حدث المظاهرات في العراق وثلاثة قتلى وعشرات المصابين في مواجهة ببغداد. مصادر سورية تتهم تركيا بعرقلة اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضرتكم من القاهرة، والبداية مع زميلة جمانة ماهر. أهلا بك جمانة. أهلا بك دانا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، وخلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية والتنموية بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، أكد الرئيس السيسي أن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تأتي انطلاقا من إيمان الدولة بحق كل مواطن مصري في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة. إيمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية. ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي أن قطاع الصحة أنهى 300 ألف عملية في إطار مبادرة إنهاء قوائم الانتظار خلال عام واحد بتكلفة أكثر من ملياري جنيه. احنا بنتكلم على 300 ألف عملية خلال سنة تقريبا، وإذا كانت الدكتورة يعني تأكد لي خلال سنة تقريبا. تمام. لما بدأنا ده كان الرقم المطروح قدامنا في قوائم الانتظار 18 ألف، كان منهم 6 ألف خلصانين، والدكتور عرضت عليا ان احنا انا قلت الكلام ده قبل كده ان فاضل 12 ألف، فقلنا نخش نتصدى ليهم. لما تصدينا ابتدت يبقى في ناس تطرح قوائم انتظار اخرى او تطرح ناس لعمليات اخرى، قلنا مش هنتوقف. بس خلي بالكم التكلفه الماليه لل 300 ألف، احنا بنتكلم في اكتر من 2 مليار، مش كده يا دكتور؟ صحيح يا فندم. كويس. انا بقول كده للناس ليه؟ عشان يعني احنا حبينا ان احنا ما نخليش انسان، راجل، ست، طفل، شيخ، انا شيخ يعني راجل كبير في السن، يعني ان هو يبقى محتاج علاج واحنا علاج حاسم، علاج مكلف ونسيبه، وبالتالي احنا مستمرين هنا، ودي تكلفة مالية حطيناها لان قلنا ان احنا عقبال ما نصل للنقطة التانية اللي هي خاصة بالتأمين الصحي الشامل هناخد مدة زمنية طويلة طبقا للتخطيط اللي احنا عاملينه. هذا وقد افتتح الرئيس السيسي أنفاق 3 يوليو كما قام بجولة تفقدية في أنفاق جنوب بورسعيد. تربط الأنفاق الجديدة بين قارتي أفريقيا وآسيا وتمر أسفل المجرى الملاحي للقناة، ونفذها 6000 عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية. أكد رئيس السيسي أن شبكة الطرق التي تربط ما بين القاهرة وشرق القناة تم تنفيذها بتكلفة كبيرة بهدف تهيئة النجاح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكشف السيسي عن أن تكلفة إنشاء المحور الواحد بمحيط المنطقة الاقتصادية بلغ أكثر من 8 مليارات جنيه. اللي احنا بنتكلم عليه ده حجم عمل ضخم جدا وحجم تكلفة كبيرة جدا، كل الهدف منها ان احنا يعني نهيئ النجاح للمنطقه الاقتصاديه، اذا كنت انا ممكن اقول الكلمه ديت في لينا كلنا، اذا كنا عايزين نعمل منطقه اقتصاديه
في الاربع مناطق، المناطق الصناعيه في الاربع مناطق اللي ذكرهم المهندس يحيى، اذا كان شرق بورسعيد او في السخنه او شرق او غرب القنطره والاسماعيليه، كان لابد ان احنا نعمل حجم العمل ده عشان يسهل حركه النقل من والى. احنا بنتكلم في اموال ضخمه جدا تم انفاقها، مش هيتم انفاقها، تم انفاقها بالفعل. يعني محور 30 يوليو اللي بنتكلم عليه ده، اللي من بورسعيد واصل لغايه السخنه، وده محور موازي لطريق الاسماعيليه بورسعيد يمكن بشكل او باخر، والدكتور مصطفى يصلح لي اذا كنت انا بقول كلام مش كده. 8.5 مليار جنيه ده للطريق مش كده ولا؟ فانا بس بقول لينا يا مصريين، لما كان المشروع ده اتقال عليه من 15 سنة مش كده؟ تمام، ولا اكتر، اللي هو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتذكر واتطرح من 15 سنة. طب ما اتعملش ليه؟ عشان عشان هو كان مطلوب له بنية أساسية تخدم عليه بما فيه حتى تجهيز الأرض شرق بورسعيد. وأشار الرئيس السيسي أن الحكومة اقتحمت كافة قطاعات التنمية في مصر، وأن التنمية لم تقتصر على تطوير وإنشاء شبكات الطرق فحسب. ما فيش قطاع من قطاعات التنمية في مصر أو قطاع من قطاعات العمل المطلوبة في مصر إلا ما اقتحمناها، إلا ما اقتحمناها. اوعوا تتصوروا إن حكايتنا شبكة طرق، لحسن تبقى إيه؟ أنا عايز أقول لكم شبكة الطرق دي في البنية الأساسية هي جزء يعني متواضع جدا جدا، بس أنتم منكم شايفينه على طول متصورين إن هو لا لا لا، ده الموضوع كبير قوي. وإحنا بنتكلم زي ما كنت بكلم دولة رئيس من كام يوم، إحنا بنتكلم في الأربع خمس سنين دول في 4 ولا أكتر، 4 تريليون جنيه، يعني أكتر من 200 مليار دولار، وأنا ذكرتهم في المؤتمر الاقتصادي. كشف الرئيس السيسي عن أنه يجرى حاليا إنشاء 19,000 فدان مزارع سمكية شرق بورسعيد لتكون ضمن الأفضل على مستوى العالم، وأوضح أن التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الواحدة تصل للمليارات، وأشار إلى أن الدولة تتكلف مليارات لتجهيز الأراضي للمستثمرين بمنطقة شرق بورسعيد. أكلمكم هنا على 19,000 فدان، 19,000 فدان بيتعملوا من افضل مزارع السمكيه اللي ممكن يعني تتعمل، مش هقول في العالم عشان ما بقاش مبالغ قوي، لكن بتتعمل. لكن في نقطه مهمه قوي يمكن مش هيشاور عليها المهندس يحيى، التكلفه الماليه المطلوبه لتجهيز الارض ديت، التكلفه الماليه هنا دي ارض سبخيه شديده الصعوبه ومحتاجه تاهيل واعداد وتجهيز، بيتكلف مش مئات الالوف للكيلو او للفدان الواحد، اكتر من كده. وانا بقوله عشان اذا كنا بنتكلم في 40 مليون متر ولا 60 مليون متر، فاحنا بنتكلم المرحله الواحده منهم بتتكلف مليارات. برضو بقول تاني، لا يمكن ابدا، ده كل ده بنعمل ايه؟ عشان ندي المستثمر قطعه ارض يقدر يحط عليها المصنع. الدولة بتصرف أرقام كبيرة جدا جدا، وإلا يبقى تخطيطنا اللي بنعمله ده، تخطيطنا اللي بنعمله ده مش هيتنفذ أبدا. ليه؟ مين يخش يصرف عشان يحط مصنع مساحته 3-4 آلاف متر ولا 5 آلاف متر، يصرف له 3-4-5 مليون جنيه لتجهيز الأرض؟ يعني إحنا هنا بننفق مليارات؟ مش كده؟ مش مهندس ولا تمام يا فندم. انا بقول الكلام ده لان طب منين بقى؟ طب منين يعني؟ بقوله عشان نعرف ان عشان تقدر تعمل مستقبل لبلدك انت لازم تشقى قوي وتضحي قوي وتبقى عارف كويس قوي انت بتعمل ايه. انا بقول لكم وبقول الكلام ده لرئيس هيئه رئيس الهيئه قناه السويس على الهوا، انت معانا، الدور ما خلص، انت معانا في التمويل يا دولة الرئيس.
قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن رؤية المنطقة الاقتصادية ترتكز على الاستفادة من الإمكانيات الضخمة والتي توفرها منطقة القناة لتنمية اقتصاد كفء تنافسي عالمي ليكون نقطة جذب للاستثمار العالمي. وأشار إلى أن القطاعات المستهدفة من المنطقة تهدف إلى تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة لتوطين الصناعات والأنشطة والتي تتميز بارتفاع الطلب عليها. الرؤية للمنطقة الاقتصادية هي استغلال الإمكانات الضخمة لمنطقة قناة السويس لتنمية اقتصاد كفء تنافسي عالمي صديق للبيئة ليكون نقطة جذب الاستثمار العالمي ويخلق عدد فرص ضخمة من فرص العمل الجيدة ويجعل المنطقة مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب. القطاعات المستهدفة بالمنطقة تهدف إلى تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة، توطين الصناعات والأنشطة التي تتميز بارتفاع الطلب عليها، تحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية، فتح السوق لكثير من الأنشطة البحرية مما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة في محافظات القناة. يعتبر مشروع أنفاق بورسعيد هو أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي أنجزتها الدولة مؤخرا لربط سيناء بمدن القناة والدلتا، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة في الساعة بمعدل عبور 40,000 سيارة في اليوم. المزيد في سياق التقرير التالي مع الزميل كريم رجب. أنفاق بورسعيد مشروع قومي جديد انتهت الدولة من إنجازه مؤخرا. العمل بالمشروع بدأ منذ 4 سنوات ويضم نفقين يمران أسفل قناة السويس في الاتجاهين بطول 4 كيلومترات للاتجاه الواحد، ويستوعب كل نفق مرور 40,000 سيارة يوميا، وهو ما يسهم في تسهيل الحركة من وإلى سيناء. بالنسبة للمشروع دلوقتي، هو دلوقتي بيوفر عدد أكبر للسيارات بالنسبة للمناطق الجديدة. يعني عندنا في بورسعيد عندنا 10 منطقة انتظار بتسع طبعا 400 عربية، طبعا بما يتيح للعربيات بتخش أسرع وأوفر للأماكن كلها. على الطراز العالمي صممت الأنفاق واستعانت بأحدث الأنظمة التكنولوجية في مكافحة الحرائق والإخلاء في حالة الطوارئ، فضلا عن وجود لوحات إرشادية إلكترونية ونظام راداري لرصد سرعة السيارات ومراقبتها بالكاميرات حتى يكون المرور عبر الأنفاق آمنا تماما. النفق مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية من الفار للحريق، الفار للكاميرات، اللايت كارنت، الوسائل الكهربية كلها، المكيف، المراوح، جيت فنات زي ما انت حضرتك شايف، كل حاجة يعني على أحدث نظام. نحو 6,000 فرصة عمل وفرها المشروع، ويراهن العاملون فيه على قدرته في تسريع وتيرة التنمية في سيناء. المشروع هنا المفروض بإذن الله أنه هو تكملة لفتح سيناء كامل بإذن الله بصورة مباشرة وربطها بالدلتا، وبإذن الله المفروض يعني إن هي تكملة لمشروع أنفاق الإسماعيلية اللي اتعمل. بإذن الله المفروض إن المشروع ربط سينا بطريقة إن هي هتخلي أولاد سينا وأولاد الدلتا حاجة واحدة. طبعا ده حاجة ضخمة للبلد ومشروع استثماري كبير، فحاجة بتعود على الدولة بفايدة كبيرة يعني، فدي حاجة أنا ليا فخر إن أنا أشتغل في مشروع زي ده. مشروع الأنفاق مشروع قومي بيساعد على التنمية، وفي هنا هيربط الغرب بالشرق، وبصراحة مشروع كويس يعني، وأنا فخور إن أنا شغال فيه. مخطط المشروع يمتد ليشمل تنفيذ عدد من الطرق السطحية لوصل الأنفاق بالشبكة القومية للطرق، لتكون هذه المنطقة وجهة مستقبلية للمشروعات التنموية والاستثمارية. تحقق الأنفاق الجديدة طفرة في ربط شبه جزيرة سيناء بمدن القناة ووادي النيل، ما يجعلها شريانا تنمويا يسهم في نقل الأفراد والبضائع من وإلى سيناء في زمن قياسي، ويدعم استراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية لهذه المنطقة. كريم رجب، إكسترا نيوز، بورسعيد.
مشاهدينا إلى لبنان، حيث أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة. وأشد الحريري على أن قراره بعدم تشكيل الحكومة أمر قاطع، ومشيرا إلى أنه لا يرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة والتي يمر بها لبنان إلا بحوكمة أو إلا بحكومة مختصين. كما أعرب الحريري عن أمله في أن يبادر الرئيس اللبناني ميشيل عون فورا إلى الدعوة لاستشارات نيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة. قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن الوزارة بدأت في تحويل معاشات الموظفين لهذا الشهر وفق المواعيد المحددة. وأضاف وزير المالية اللبناني أن مصالح المواطنين وحياتهم ومعيشتهم ومشاكل المصارف وارتفاع الأسعار وفوضى السوق تتطلب تدابير عاجلة واجتماعات لجان حكومية للمتابعة، وتصريف الأعمال لا يعفي الرئيس والوزراء من المسؤولية. ولمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا من بيروت السيد توفيق شومان المحلل السياسي. سيد توفيق أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. يعني الوزارة بدأت بالفعل بتحويل معاشات الموظفين، ولكن الوزير يعني صرح بأن هناك تدابير عاجلة يجب أن تتخذ. برأيك ما هي أهم التدابير التي يجب أن تتخذ الآن؟ يعني هو قبل الحديث عن التدابير المفترض اتخاذها، يعني حتى بما له علاقة أيضا بتحويل الرواتب والمعاشات، طبعا الموظفون الرسميون هو يقصد بصورة أساسية، وهؤلاء يتلقون رواتبهم بالعملة المحلية. واليوم على سبيل المثال هناك فارق كبير بين السعر الرسمي وبين سعر السوق، 500 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أمريكي، يعني لذلك هناك خسائر فادحة في القيمة الشرائية لرواتب الموظفين في الدولة. أعتقد بأنه هذا يعبر بطريقة أو بأخرى عن حالة الانزلاق المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان. بالنسبة للإجراءات العاجلة، هو كان يقصد بطريقة أساسية ما له علاقة بتشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا بعد بيان الرئيس المستقيل سعد الحريري، هذه أولا. الثانية أيضا بأنه يجب اتخاذ أيضا إجراءات عملية ملموسة للحد من انهيار العملة المحلية. وأعتقد لا وزير المالية هذا الأمر بيده ولا بيد الأطراف السياسية، لأنه كان يجب اتخاذ مثل هذه الإجراءات قبل انهيار سعر العملة المحلية. ولكن القوى السياسية ومكونات السلطة في لبنان كانت تتفرج على انهيار البلاد اقتصاديا وسياسيا وامنيا واجتماعيا وماليا. اعتقد بان الان تقريبا كل شيء انكسر ولم يعد بالامكان وقف هذا الانهيار الشامل. نعم سيد توفيق، يعني سعد الحريري تمسك بعدم ترشحه مره اخرى لرئاسه الحكومه الجديده مره اخرى، يعني بما تفسر تمسك الحريري بعدم الترشح؟ هو البيان الذي صدر اليوم عن رئيس الحكومة المستقيل جاء بعد توافق، يعني وقبل التوافق هناك اجتماعات استمرت منذ 3 أيام على أن يتوافق الرئيس سعد الحريري مع القوى السياسية اللبنانية على تسمية شخصية بديلة لرئاسة الحكومة، وبالتالي لا يكون، هو أخذ قراره منذ لحظة الاستقالة بأنه لن يكون في واجهة العمل الحكومي، ولكن الأطراف السياسية حاولت إقناعه بالرجوع لما يمثل من ضمانة على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي. لكن على ما يبدو منذ مساء أمس تم التوافق معه على شخصية بديلة، يرجح أن هذه الشخصية هو بهيج صبارة، وبهيج صبارة كان من المقربين من الرئيس رفيق الحريري، يعني والد الرئيس سعد الحريري. وهناك اسمان آخران، عمة الرئيس سعد الحريري بهية الحريري أو أحد نواب كتله النيابية سميد الجفر. يعني الكرة الآن تدور بين مرامي هذه الشخصيات الثلاثة، مع الترجيح بأن يكون بهيج صبارة وهو شخصية عدلية وقانونية وحقوقية معروفة جدا في لبنان والعالم العربي. من المرجح
أن يتسلم هو رئاسة الحكومة اللبنانية. إذن يعني سيد توفيق، هل نستطيع أن نقول أن يعني تصريح سعد الحريري في بيانه هو يعني وهذه المصالحة أو بالضبط يعني هل فتح نعم. الباب لتشكيل أو حتى لطرح بعض الأسامي لتشكيل حكومة تكنوقراط كما أراد الشارع اللبناني؟ لا، هي ليست حكومة تكنوقراط بالكامل، هي حكومة تكنوقراط أو يغلب عليها طابع التكنوقراط ولكنها مطعمة بأسماء سياسية، ولكن نعم. الرئيس المقبل للحكومة حسب ما علمت بأنه هو يختار الشخصيات التكنوقراط بالاتفاق مع القوى السياسية، والقوى السياسية تختار الوزراء السياسيين بالتوافق مع رئيس الحكومة المقبلة. لذلك هنا في بيروت الآن توقعات بأن يعلن رئيس الجمهورية مواعيد للاستشارات النيابية بين لحظة وأخرى، ربما يوم غد أو بعده على أبعد تقدير. سيد توفيق أخيرا، يعني كيف برأيك ماذا سيكون رد فعل الشارع اللبناني حول هذه الأسماء التي طرحتها الآن؟ يعني طبعا السيد بهيج طبارة هو من الوجوه الموثوقة وبالتالي من الوجوه المريحة. يبقى أيضا عملية تشكيل الحكومة والوجوه السياسية التي والتكنوقراطية أيضا التي يمكن أن تشترك في الحكومة. إذا كانت هذه الوجوه ذات ثقة فأعتقد أن هذا يريح الشارع اللبناني، وبالتالي يعطي فرصة معينة للحكومة وهي على أي حال لن تكون أكثر من حكومة إنقاذ عاجلة، وأعتقد بأن مهام عملها على المستوى الزمني لن يتعدى 6 أشهر. نعم، السيد توفيق شومان المحلل السياسي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. العراق، حيث قتل 3 متظاهرين عراقيين وأصيب 34 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمنية في العاصمة بغداد. وفي هذه الأثناء قطع متظاهرون عراقيون طريق كربلاء النجف وقاموا بحرق الإطارات قرب جسر ثورة 20. وفي البصرة أغلق محتجون الطرق الرئيسية المؤدية إلى ميناء أم قصر، كما قطع 100 المتظاهرين جميع الطرق الرابطة فيما بين محافظة دوانية والمحافظات الأخرى. أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذقار، هذا وكانت عدة مناطق عراقية قد شهدت تجددا للاشتباكات ما أوقع عددا من الجرحى بين صفوف المحتجين، فضلا عن تسجيل حالات اختناق عدة وإصابات بين صفوف رجال الأمن بقنابل مولوتوف. أعلنت الشرطة العراقية مقتل 6 إرهابيين من تنظيم داعش في عملية أمنية بمحافظة كركوك، وأضافت الشرطة في بيان أن قوات الأمن عثرت على مخزن يحتوي على ذخيرة وقذائف وعبوات ناسفة تابعة للتنظيم الإرهابي. ولمزيد من المتابعة مشاهدين ضموا إلينا عبر الهاتف من بغداد دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية لدراسات الاستراتيجية. أرحب بك دكتور معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، يعني بعد التحية ما زالت الاحتجاجات على زخمها في كل مناطق العراق وفي كل محافظات الجنوب وبالتحديد يعني بغداد، من وجهة نظرك يعني تحرك السلطات ما زال ما هو عليه، لماذا لا يوجد نوع من التقدم يرتقي لمستوى هذه الاحتجاجات في الشارع العراقي؟ يعني هناك نوع من التباطؤ والمماطلة في تحرك السلطات، يعني لا يوجد تحرك سياسي يوازي هذا الحراك الشعبي في الشارع العراقي. السبب أن هناك خلاف سياسي كبير تقاطعات، تصفيق بحث عن مناصب، خلاف بين الحكومه وبين البرلمان، الشارع يريد اصلاحات حقيقيه، توقيتات، ضمانات، هذه الضمانات تبدو الى الان غير متوفره، فضلا عن لا يزال هناك استخدام قوه الاستراحه. دكتور يعني نعم، هل تسمعني دكتور؟
دكتور واثق هل أنت معي؟ نعم واضح أن هناك انقطاع في الاتصال. أشكرك شكرا جزيلا دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك. أفادت مصادر من وفد المجتمع المدني في جنيف بعدم بدء الجلسات لليوم الثاني من اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور بسبب تعنت وفد النظام التركي ورفضه جدول الأعمال. وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن وفد النظام التركي ما زال متعنتا في رفضه جدول الأعمال في الوقت الذي أكد فيه مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا للإعلاميين أن العمل متواصل مع لجنة مناقشة الدستور. أعلنت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جيري بيدرسون استمرار المشاورات مع وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة السورية من أجل استئناف المباحثات. وكان الوفد المدعوم من الحكومة السورية قد انسحب أمس بعد عدم تلقيه ردا على الورقة والتي قدمها بشأن جدول أعمال المحادثات. أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن مجموعة الخوذ البيضاء بصدد الإعداد لما سماها بالاستفزازات في إدلب. وأوضح لافروف أن روسيا تتلقى عددا من التقارير المؤكدة بشأن هذه الاستفزازات. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن مجموعة الخوذ البيضاء تعد لهجمات كيماوية جديدة في إدلب السورية. بدأت مئة العائلات السورية المهجرة بالعودة إلى منازلها في مدينة حلفاية بريف حماة الشمالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة المهجرين إلى بلدانهم، وذلك بعد أن قام الجيش السوري بتطهيرها من مخالفات الإرهابيين ونزع الألغام والمفخخات. وإلى الشأن السوداني، حيث أكد مجلس السيادة السوداني حرص الحكومة على تنفيذ التزاماتها كضامن لاتفاق السلام في دولة جنوب السودان. هذا وعاد الفريق أول محمد حمدان دجلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة إلى الخرطوم بعد زيارة رسمية لجنوب السودان استغرقت يومين، أجرى خلالها لقاءات بحثت ترتيبات تنفيذ مخرجات قمة عنتيبي. أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك خلال مسيرات الغضب الشعبي بالضفة الغربية. وشارك الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بينهم قيادات رسمية ووطنية في المسيرات الجماهيرية التي جابت شوارع المحافظات، وحملوا خلالها العلم الفلسطيني والشعارات واللافتات المنددة بالانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال، فيما علقت المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الدوام تلبية للدعوة. وفي تركيا كشف وزير العدل التركي عبد الحميد جول كشف الستارة عن عدد المدعين العموم والقضاة المفصولين منذ محاولة الانقلاب المزعوم في 2016. وأوضح جول أن عدد من تم فصلهم بمراسيم قرارات رئاسية بلغ نحو 4000 قاض، وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن أكثر من 130 ألف موظف تم فصلهم من العمل عقب محاولة الانقلاب بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية.
اعتقلت تركيا 168 شخصا بينهم أفراد عسكريون للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن. كما أعلنت الشرطة إسطنبول اعتقال 15 شخصا من أصل 27 شخصا في تحقيق حول استخدامهم لتطبيق مراسلة تستخدمه شبكة جولن. ويشار إلى أن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة، في حين تم عزل أو تسريح 150 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين كجزء من عملية القمع التي نفذتها الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب المزعومة. كشف تسريب مكالمة تليفونية بين رجب طيب أردوغان ونجلة عن تخطيطهما ديسمبر 2013 للانتقام من جماعة فتح الله جولن المعارض، كاشفا مدى تغول عائلة أردوغان وتدخلها فيما تنشره الصحف بشكل مخزن. Oturduk yukarı akşam da artık yani bütün şimdiye kadar ki demek ki iyi niyetimizin diyesini özetecek bir şey yapmamız lazım ki bunlar haddini bilecek, bitecek artıkmış yani. En üstüne kadar yani şimdi, bunlar bir şey yapması lazım. Şimdi bugün atılacak bazı adımlar var zaten. Hı hı. Yani iş bayağı şeye girecek. Ama şimdi tabii, tabii. Serhatların tabii ciddi bir medya desteği de vermesi lazım diğer arkadaşlara gibi. Manşetlerini göreceksiniz inşallah bugün. Takvim Gazetesi, Takvim Gazetesi vaiz lobisi diye manşet attı. Hı. Sabah Gazetesi de kaset olmadı dosya verdi. Onlar tamamen hazırlar babacığım. Şu anda sizin bir talimatınızı bekliyorlar. En tepeden vurmaya başladılar. Yani. Hele bir de bize birazcık malzeme gelse diyorlar. Bakacağız. Bakacağız. O zaman çok daha farklı oluyor. Tabii. Tamam. Onlar bir de malzemeye daha rahat ulaşıyorlar. İşte tabii onlar da... Hayır. Onlar derken... şimdi bunlar gazeteci imkanlarıyla bir şeyler ulaşıyor. Bütün biraz daha ileride çalışmasını ulaşıyor. Bakacağız. Tamam hocam. اعتدت قوات الأمن التركية على مظاهرة نسائية ضد العنف في اسطنبول، وقامت قوات مكافحة الشغب باستخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، حيث شارك نحو 2000 شخص غالبيتهم من النساء في مسيرة لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ووضع حد للإفلات مرتكبيه من العقاب. اتهم السناتور الامريكي كريس فان هولن تركيا بتجاوز خطوط حمراء جديده باختبارها رادارات منظومات صواريخ اس 400 المضاده للطائرات التي اشترتها من روسيا. واضاف هولن ان القوانين الحاليه تلزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا. استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئة التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا. ويناقش المنتدى على مدار 3 أيام التحديات المشتركة في التعامل مع مشكلة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقوف على أنشطة التنسيق الوطنية لمكافحة كلا الجريمتين. عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية
لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، منتدى إقليمي بالتعاون مع اللجان الوطنية التنسيقية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في الدول الأفريقية. ويشارك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى خلال جلساته لمناقشة وبحث أدوات حل المشكلة. تبادل الخبرات مما لا شك فيه في مجال التشريعي، في مجال التنفيذي، في مجال التوعية، التدريب، تدريب مهم جدا خصوصا للقائمين على إدارة العدالة، في مجال إعداد المأوى للضحايا من الإتجار في البشر. تعمل اللجنة الوطنية على تكثيف مختلف مستويات التعاون الأفريقي سواء الثنائي أو الإقليمي من خلال الاتحاد الإفريقي الذي ترأسه مصر، ولا سيما مشكلة تهريب المهاجرين في الدول الأفريقية الواقعة على ممرات الهجرة عبر منطقتي وسط وغرب البحر المتوسط. ويتواجد بالمنتدى أكثر من 18 دولة أفريقية. لقاء ليسمح لكل بلد يعني عرض تجربة لربما والإشكاليات التي تطرح على مستوى كل بلد في الحقيقة ما هيش نفس الإشكاليات. ما خص الجزائر إشكالية الهجرة هي إشكالية يعني حادة جدا، لأن الجزائر عندها حدود مع أكبر مصدرين للهجرة على مستوى القارة الإفريقية. هدفنا هو الاطلاع كما قلت على مجموعة التجارب والممارسات الجيدة وكيفية التعاون فيما بيننا كدول عربية وإفريقية لتجفيف منابع هذه الجريمة ومحاربتها والتكفل بضحايا. سيناقش المؤتمر خلال جلساته ثلاثة محاور رئيسية هي التدابير الخاصة بالمنع والوقاية وتكفيف المنابع، كذلك أساليب العقاب وتفعيل الإطار التشريعي، وأخيرا التدابير الخاصة بالحماية والمساعدة للتوعية وتبادل الخبرات. نظم قطاع السجون ندوة تثقيفية لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون ترى بحضور شوق إعلام مفتي الديار المصرية. وتحدث المفتي عن أهمية الدور الذي يطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار، وأكد أهمية رسالة الأمن والتي ترتكز على قضاء حوائج المواطنين، مشيرا إلى أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم وهو من أعظم أعمال البر، ودعا إلى التكاتف والتعاون بين جميع أطراف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن. نحن نلمس تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان في مصر على كافة الأصعدة، ليس فقط في مجال السجون وإن كان هذا هو الشق المهم، لكننا نلمس هذا الجانب على كافة المستويات. مصر تراعي المعايير الدولية في حقوق الإنسان، ولذلك كل هذه الهجمات الشرسة التي تتعرض لها مصر هي قائمة على غير أساس. يعمل مركز أورام قناع على خدمة أهالي الصعيد والبحر الأحمر لرفع المعاناة عن المرضى ورفع أعباء السفر لتلقي العلاج بالمحافظات البعيدة، وهو أحد أهم مراكز الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأورام. المزيد في سياق هذا التقرير. مركز أورام قناع هو أحد أهم مراكز الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأورام، ويعمل على خدمة أهالي الصعيد والبحر الأحمر لرفع المعاناة عن المرضى ورفع أعباء السفر لتلقي العلاج بالمحافظات البعيدة. مركز أورام إنا مركز بيخدم محافظات الأقصر وإنا والبحر الأحمر. مركز أورام إنا بقدرة استيعابية 104 سرير، في عناية مركزة وعناية أطفال. تم استحداث بعض الأقسام فيه زي قسم أورام الأطفال، وكذلك تم استحداث بعض الوحدات التخصصية زي وحدة الباثولوجي وزي وحدة مناظير الجهاز الهضمي ومناظير التدخلية. احنا هنا في المركز بنقدم خدمات للمرضى مجانا على نفقة الدولة. بيجي المريض بيلاقي كل الخدمات متاحة من فحوصات وأشعاعات وتحاليل،
وبيقدم له عندنا قسم الصيدلة برضو بيقدم للمرضى العلاج الكيماوي بقسم كلينيكال موجود بيحضر الأدوية للمرضى موجودة في صيدلية الكيماوي ودي يعني الأساسية هنا في المركز. يمكن زمان أو لغاية فترة قبل ما المركز يبقى موجود كان البيشنت بيدور على أسيوط القاهرة أسوان عشان يلاقي مكان يقدر يوفر له العلاج الكيماوي، لكن احنا في الصيدلية دايما بنحاول نوفر للبيشنت العلاج الكيماوي اللي هو محتاجه، وحتى لو علاج مش موجود احنا بمساعدة زمايلنا الأكبر مننا بيقدروا يوفروا لنا العلاج ده بحيث البيشنت برضو ما يطلعش بره هنا. المركز يضم نخبة من الكوادر البشرية المدربة للتعامل مع مرضى الأورام وأساتذة الجامعات المصرية المختلفة، وتم تجهيزه بجميع التجهيزات الطبية الحديثة ووسائل التشخيص المختلفة التي تساعد على تحديد المرض ووضع خطة العلاج المناسبة، بالإضافة لوجود خدمات الطب النووي بالمركز. الحمد لله المركز وفر علينا كتير خالص وعناء السفر، وبرضه كنا وسط أهالينا هنا كانوا بيزورونا في الثلاث أيام اللي احنا كنا بناخد فيهم المحليل والكيماوي، وحاليا الحمد لله تم شفائي وأنا حاليا في المركز بتابع متابعة كل شهرين. كان إنشاء مركز للأورام بمحافظة قنا حلما ظل يراود الآلاف من أبناء المحافظة للقضاء على معاناة أسر مرضى الأورام بمستشفيات المحافظات الأقرب بسبب المسافات الطويلة التي يقطعها المرضى وذووهم بحثا عن علاج. واقتصاديا اتفق كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والامريكيين على الحفاظ على الاتصال لمعالجة القضايا المتبقية في المشاورات بشان اتفاق المرحلة الاولى في الاتفاق التجاري بين بكين وواشنطن. وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي وفقا لوزارة التجارة الصينية حل القضايا المتعلقة بالشواغل الأساسية للطرفين والتوصل الى توافق في الآراء حول حل القضايا ذات الصلة بشكل صحيح. تخلى الدولار الأمريكي عن المكاسب التي حققها في وقت سابق مع تبدد جزء من التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق تجاري ما بين الولايات المتحدة وبين الصين، وكانت العملة الأمريكية قفزت لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الصينية التي تعتبر عملة ملاذ آمن في التعاملات الآسيوية. وناقش نائب رئيس وزراء الصين والممثل التجاري الأمريكي ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشين القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين، واتفقوا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية. تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، في حين استمرت الضبابية بشأن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين. هذا ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 63 دولار و60 سنتا للبرميل بعدما ارتفعت بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات إلى 57 دولار و92 سنتا. يواصل المزارعون في محافظة مطروح موسم جمع الزيتون بعد أن قاموا بزراعته على مياه الأمطار. المزيد في هذا التقرير. هنا بمحافظة مطروح ينتظر المزارعون موسم الشتاء للزراعة على مياه الأمطار، ولعل أشهر تلك الزراعات الموسمية هو الزيتون الذي لطالما تشتهر به تلك البلد. فبداية من منتصف أكتوبر وحتى شهر ديسمبر يقوم أهالي مطروح بجمع الزيتون ووضعه داخل صندوق بلاستيكي ثم عصره في المعاصر الآلية ليتحول إلى زيت. استخدمنا كله على الزيتون وعلى ري الأمطار والزراعة في مطروح التين والزيتون. ونتكلم دلوقتي عن طريقة زراعة الزيتون. هي مية الشتاء هتيجي في الشتاء وهتيجي للأرض، وعملية البرش للأرض الاحتفاظ بالمية، والزراعة تبدأ زراعة الزيتون بعد 3 سنين 4 سنين يبدأ الزيتون يعمل محصول.
زي الزيتون اللي انتم شايفينها دي امراه 7-8 سنين. بالنسبه لقمح الزيتون نبتدي فيه من اول شهر 11 او 15/10 نبتدي بقمح الزيتون، ونجيبه نجيب فراش ونفرشه تحت، ونجيبه قوابي نعبوه فيها الزيتون عشان نسبه لعمليه التهويه. وتمر ثمرة الزيتون بعد دخولها المعصرة بعدة مراحل حتى تصبح زيت. المرحلة الأولى هي فحص الثمرة للتأكد من أنها طازجة، ثم وضعها في وحدة غسل الثمار، ثم المجرشة ليتم تكسير الثمرة لقطع صغيرة، ثم وحدة طحن وتقليب الثمار، ثم جهاز فصل الزيت. بيجي لنا المواطن الزيتون بنحطه في الأجوز، الأجوز ده فيه بعد كده فيه مروحة كبيرة بتطرد الورق والعفش والحاجات اللي موجودة في قلب الثمر الزيتون نفسه. بعد كده الزيتونة نفسها بتنزل في حوض مية بتتغسل، بعد الغسيل بتطلع بعد كده تخش على المجرشة، بتتم عملية الجرش في المجرشة، وبعد كده بتنزل في المطحنة. المطحنة دي عبارة عن حلتين، كل حلة برضه بتشيل 500 كيلو عجينة، بيتم فيها عملية بشر لأن الزيت موجود داخل الجيوب الزيتية، بيتم عملية بشر الزيتية، الزيت بيبتدي ينزل قطرات صغيرة. بعد تلك الخطوة يوضع الزيت في حوض استقبال يتم من خلاله طرد تفل الزيتون والمياه خارج المعصرة، فيما يتم تعبئة زيت الزيتون الخالص في جالونات. ورياضيا، فاز الأهلي على مضيفي فريق الجونة بأربعة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الممتاز. جاءت رباعية الأهلي عن طريق كل من وليد سليمان بواقع 3 أهداف هاتريك وحسين الشحات، وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط بالمركز 13. وحقق فريق انبي فوزه الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب ضيفه الزمالك، وذلك بهدفين مقابل هدف في الجولة 6 من البطولة. وبهذا الفوز رفع انبي رصيده إلى 4 نقاط في المركز 15، بينما احتل الزمالك المركز 4 ب10 نقاط متساويا مع المقاولون العرب 3 بنفس الرصيد. تقام اليوم مواجهتان في الجولة 6 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، يلتقي خلالها نادي مصر مع وادي دجلة في 5 مساء، ويستضيف مثل المقاصة فريق حرس الحدود في 7:30 مساء. يحل الإسماعيلي ضيفا اليوم على فريق الجزيرة الإماراتي في إياب دور 16 من بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال، وكان الإسماعيلي فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد. تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة خليج 24 بإقامة مباراتين، يلتقي خلالهما منتخب الإمارات مع منتخب اليمن، بينما يواجه منتخب العراق نظيره القطري. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة اللاعبين المرشحين لدخول التشكيل المثالي لعام 2019، وشهدت القائمة وجود المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمغربي حكيم زياش، وبالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو. يواجه ريال مدريد فريق باريس سان جيرمان اليوم ضمن الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا. يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد ثانيا ب7 نقاط. هذا ويسعى الملكي للفوز لحسم تأهله لدور 16 من البطولة، ويعود النجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي بعد غيابه 4 أسابيع للإصابة.
يستضيف توتنهام الإنجليزي فريق أولمبياكوس اليوناني اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعات الثانية برصيد 70 نقاط، ويسعى إلى الفوز في مباراة اليوم لحسم التأهل لدور 16، بينما يتذيل أولمبياكوس جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة. And repeat two times, okay? Ready, ready, ready. تتوصل فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائية الدولي، وشهدت فعاليات المهرجان إقبالا كبيرا من الجمهور. يظل شباك تذاكر أفلام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو بطل المشهد بمجرد الوصول إلى دار الأوبرا المصرية وتحديدا مركز الهناجر للفنون، بالإضافة إلى التعاون الكبير بين شركة تذكرتي وإدارة المهرجان لتسهيل حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني. فكرة إزاي إن أنت تاخد تذاكر بشكل عام، يعني لو أنت طالب في أي جامعة من جامعات مصر، أو يعني بالتحديد أنا مثلا في معهد سينما، فبيطلع لنا الباس بنبتدي بس ان احنا نجيب صورة وشوية تفاصيل كده نكتبها عندنا وبتاخد الباس، بس ده بيتيح لك ان انت تتفرج على 3 افلام في اليوم، وده شيء عظيم جدا بصراحة. احنا دورنا هنا في المهرجان ان احنا عندنا شباك التذاكر، ده كله تبعنا احنا اللي بنطبع التذاكر لاي حد جاي عايز يحضر الفيلم المعين، بنسهل له الموضوع، بنديله كل المعلومات عن اللي هو عايز يسال عليها، الفيلم ميعاده الساعه كام، مكانه فين، كل الحاجات دي، وطبعا بنسهل لهم الدخول، يعني بيبقى في ناس من تذكرتي واقفه على الجيتس بتسهل الدخول على طول، ما يحصلش زحمه على الباب، يتاكدوا الناس بتخش على طول وتقعد في مكانها والفيلم يبدا يتفرج عليه ويبسط. التنظيم طبعا عبقري، مرتاحين، مفيش حاجة الواحد عايزها ما بيلاقيهاش. من الحاجات المفرحة انه الشباب اللي مهتمين بالموضوع كتروا، بس هم كتروا السنة دي والسنة اللي فاتت برضو كان كتير. حكاية الفي ار دي جميلة جدا، ال 360 درجة، انت بتتفرج على فيلم 360 درجة وبعدين تيجي هنا تلاقي حاجة تانية غير اللي هنا، جميل جدا يعني. بالإضافة إلى عدد كبير من الأفلام المشاركة في هذه الدورة يصل إلى نحو 150 فيلما، تعقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية حول تاريخ صناعة السينما. المهرجان السنة دي مختلف تماما، مبهج جدا، منظم جدا جدا جدا، الورش والندوات دي بتخليك تدخل جوه دهاليز، زي ما بيقولوا كده دهاليز الحكاية، فاهم؟ فبتفهم أكتر، بتشوف أكتر، بتحتك بثقافات مختلفة وناس من كل دول العالم. بصراحة حتى ألفت نظري تواجد السعودية السنة دي، حاجة برضو مشرفة جدا. المهرجان السنة دي مختلف خالص عن عوام اللي فاتت، في عروض أفلام متنوعة من كل جنسيات، في عرض أول في شرق الأوسط، وفي عرض أول عالمي إن أول مرة يتعرض في مهرجان، في ورش وندوات عمل كتير جدا، في كمان ميزة برضو إن المخرجين في ندوات بعد الفيلم، يبقى المخرج موجود وابطال العمل موجودين ونقدر نناقش المخرج والممثلين في الفيلم نفسه. بين إقبال كبير من الجمهور وتنظيم ملحوظ من إدارة المهرجان، تستمر الفعاليات حتى 29 من نوفمبر الجاري لواحد من أهم وأعرق مهرجانات السينما في العالم العربي. ختام هذه النشرة، والآن تذكرة بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يطلق من بورسعيد منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. تصاعد حدة المظاهرات في العراق وثلاثة قتلى وعشرات المصابين في مواجهات ببغداد. ومصادر سورية تتهم تركيا بعرقلة اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري اكسنيوز.تي في. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.